ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعلم أيها الأخ أن الله إذا أراد بالعبد الخير شرح صدره، صدري متسع لكل ما أسمعه عن الله ورسوله، فأقبل كل ما أسمعه عن الله ورسوله وأحب ذلك. أمرني الله بالصلاة، أنا سعيد بذلك، ممتثل بفضل الله، أقوم الليل وأنا سعيد، أصوم وأنا مرتاح، فصدري متسع منشرح لكل أوامر الله ورسوله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يجد الخير مكانا في صدره، لا يجد الخير، لكن الشر يجد أماكن. والله أعلم.